ندى، أنا طول عمري مهاجم أسجل أهداف، اليوم حيكون الوضع مختلف جداً. عادةً أنا دائماً أنظر إلى المنافس، لكن المنافس اليوم جديد علي، أنا ما قد لعبت معه. نشوف اليوم إيش حيحصل أنا وياك في البرنامج، لكن تأكدي أني أنا إنسان بسيط جداً، لا أتصنع ولا أمثل، فحنشوف اليوم في